للغاية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جمال الكون وجمال تلك النجوم التي تظهر والمجرات التي تظهرها هذه الصور. يعني الكثيرون تحدثوا عن تلك الآية الكريمة التي تقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بماذا تعلق على هذا الأمر وعلى جمال تلك الصورة التي التقطت دكتور زغلول؟ بارك الله فيكم. طبعا كل خلق الله جميل ورائع، الذي أدخل كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هكذا يصف القرآن الكريم رب العالمين. فالله تعالى هو خالق كل شيء، هو مبدع كل شيء في هذا الوجود، وقد أتقن كل شيء خلقه. ولقد زادنا سماء الدنيا بمصابيح، المصابيح هي النجوم، ولذلك يعني النجوم لا توجد إلا في سماء الدنيا، السماوات الأخرى لا نعرف ما هي زينتها، وقد ندرك ذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى. علماء الفلك الآن لا يؤمنون إلا بسماء واحدة، والقرآن الكريم يقول أن الله تعالى خلق سبع سماوات طباقا، يعني متطابقة حول مركز واحد، يعني عبارة عن سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، في مركزها الأرض، والأرضون أيضا سبع طبقات أو سبع راقات، سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها. والتشابه في البناء بين بنية الأرض وبنية السماوات هي إشارة إلى وحدانية الخالق الذي أبدع كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.